Independent, clip Permanda Bizerta. Le nom de l'album Independent Hawa Bidou, clip réalisé par Melk Belgaïd Hassin, Ebens Production. Ça vise l'industrie d'une façon générale. Bon, Abed Troul, ma famille, c'est l'industrie du Tunis, etc. Mais pas de dire le Tunis, l'industrie. واحدة واحدة باش تدخل لتونس اترافير دي ميزون دو بروت اللي قاعدين يصطادوا فهمتني كوم سي سيتي دي شاسور دو بريم يصطادوا في فلان وفي التال وفي التال باش يخدموا بهم حتى اون دوتر سونس. اون اي كونتر سو سيستيم تاع لي ميزون دو برودكسيون اون اي كونتر لو سيستيم دي ماناجور خاطر بو موا بوغ اتر ارتيست معناها عندك مخ بون ان نيفو بروفيسيونيل وفوق بالكل ما عادش عندك وقت دورغانيزي دو فوا ماناجور اكسيتيرا مي بون Pour être un artiste, tu dois. On est pour l'autogestion de façon générale. Bon, l'album sortira bientôt, Independent. Bon, c'est une vision un peu différente. Independent s'est inspiré du festival Ergeb de Thaoura, qui s'est dernièrement. Bon, il y a une banderole qui est grande. تتوجه لوزارة الثقافة تقول لهم شكرا لوزارة الثقافة على عدم الدعم. معناها سي فيستيفال اوتو جيري اورغانيزي من ولاد البلاد غاديكا فهمتني بدون اي دعم من السلطة فهمتني ومن يحاسبين رواحهم في الثقافة اكسيتيرا. بون ريبريزونت ان موفمون الاندرغراوند فهمتني وانا رياجي بارابور العباد قالت شنو قال له اندرغراوند وقال له درا شنايا بون موجود الاندرغراوند قبل ما انت تدخل في الموسيقى وقبلك انت وبعدك انت شو قاعد الاندرغراوند رغم عن ام في كيف تحب معناها بون اون بارتاج با لا ميم فيزيون مع العباد هذوما فهمتني اللي الموسيقى بالنسبه لهم سي اون كونسوماسيون معناتها اون سورت دو فوالا معناتها استهلاك موسيقى للاستهلاك وما بارتاج با لا فيزيون تاع وزارة الثقافة وزير الثقافة اللي بالنسبة لي الفن لازم يكون جميل كهو احنا بالنسبة لنا سي ان مويان ديكسبرسيون نعبروا بيه وسلاح بالنسبة لنا معناتها سي ان مويان دو لوت انترناسيونال مش كان في تونس دو لي فوالا لي كونيكسيون اللي عملناهم ديرنييرمون مع سكالبيل فهمتني في باريس مع ان جروب دو راب غريك مع فوالا اصحابنا في الشرق الاوسط كو سوسوا يا دي بروجي مع الراس مع جروب من سوريا مع فوالا سي تا موفمون انترناسيونال وهذايا معناتها كماله للفيزيون تاعنا اللي من قبل كنا خدمنا مع دي جروب من الشيلي دي جروب من الارجنتين اي سافا كونتينيو معناتها لا ميم فيزيون فهمتني فوالا وديزون انتوما فو كريتيكي لو سيستيم قالوا لنا انتوما فو كريتيكي معناتها لو سيستيم لاندستري بون اي بور اتر كلير لاندستري ما فماش في تونس فهم اما بداخل لاندستري وديزون كون نفكركم منا ونفكروكم دون فاسون جينيرال منا نعرفش عام حتى اقل من عام فهمتني خاطر الاندستري داخله لتونس وسي تان تخاك انديبوندونت افون غارديست قبل ما يدخلوا هذوما فهمتني وقبل يفون سانستالي وفهمتني فما اغراءات وبالنسبة للي رابور معناها الصغار اللي يجيونا للاستوديو مثلا يسجلوا اكسترا يستوموند معناتها اشاك فوا يقولوا سمعنا بفلان صحح مع ميزون دو برودكسيون سمعنا بفلتان فهمتني فوالا منبهرين فهمتني كي يسمعوا مثلا رابور فهمتني صحح في بالهم حاجه كبيره احنا نقول لهم لا بون سي با سا معناتها سي ريان دو تو معناها اخدم انت موزيكتك واعطيني فهمتني الكاليتي ومن بعد ميزون دو برود مش ميزون دو برود راهي عباد تحب تركب عليك وتحب تخدم بيك تو سامبلومون فهمتني وميساج للجماعه اللي شادين ميزون دو برودكسيون هذوما فوالا كان تحبوا تخدموا الموسيقى في تونس خدموها كان تحبوا تخدموا الفن بيون فاسون جينيرال اخدموه اما ما تاكلوش حق العباد وما تخدموش بالعباد وما تحكيوش باساميهم وما توجهوهمش معناها فهمتني سا كريف لي زيو ساعات نعرفش في كليب ولا في حكايه تحس السيد هذاك مش هو معناها مره واحده معناها فوالا ارمادا سافا كونتينيي برشا سامبلينغ دي سوجي تري تري انتيريسون دي كولابوراسيون كيف كيف نشكر مالك بلقايد حسين بور سو كليب ايمن العبيدي اللي خلانا نصوروا في الاستوديو نتاعو فوالا ميوزيك احمد القلعي فوالا راب معناتها الراب مالك فوالا مالكس وقلعي وسافا كونتينيي معناها جوسكا لا فان فوالا اون فا با ابوندوني معناها اون سخا انديبوندون مكنترين العالم الكل.
Voilà, merci.